والآن نبدأ معكم تجوال قصير مع كتاب الأعمدة، نستهله بالكلام المباح للكاتبة الصحفية منى أبو العزائم التي كتبت اليوم عن تفاصيل ما دار في معسكر خور الورل، والذي قالت في مقدمته أنه عانى من هجوم ممنهج من شباب جنوبيين في معسكرات اللاجئين في ولاية النيل الأبيض، تم في الهجوم حرق مؤسسات وسرقة وتعرضت فيه 5 من المعلمات للاعتداء. منى أبو العزائم تجولت داخل المعسكر واستمعت إلى إفادات من شهود عيان أكدوا عدم وجود أي مبرر للهجوم، وأشارت إلى التغييرات التي طرأت على المعسكر بعد وفود عدد من الشباب يحملون الهواتف الذكية واللابتوبات ويرتدون أغلى الماركات ويحملون الدولارات. أكدت منى أن لجنة تقصي الحقائق تعمل الآن وتستمع إلى أقوال الشهود، كما ألقت السلطات القبض على 78 موقوف من المهاجمين في الغابات المحيطة. وترى منى أن الحادث له بعده السياسي الصارخ، وهو لا ينفصل عن معارضة الداخل والخارج لأحداث بلبلة وعدم توازن سياسي بحسب منى. وقالت أيضا أن المعسكر بالمعيار العالمي يجب أن لا يتجاوز عدد السكان 20,000 نسمة، مشيرة إلى وجود 60,000 نسمة، والأمر الذي يزيد من التعقيدات الأمنية والبيئية. وفي الخواتيم ثمنت منى دور حكومة كاشا التي قالت إنها تعاملت مع الحدث بحكمة ووعي وعملت على تأخير وكبح غضب الشارع.